السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة وغنية من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب، وأيضا أرحب بمستمعينا الأعزاء عبر أثير 97 FM. مرحبا ومسهلا فيك. مرحبا ومسهلا فيك يا سمي، حياك الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة، نتابع مع بعض مواضيع مهمة مع ضيوف أيضا متميزين، هذا وإلى جانب المواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات وفي أبرز عناوين حلقة اليوم. وفد قطري رفيع المستوى حضر احتفال السفارة الكويتية لدى الدولة بالعيد الوطني وذكرى التحرير. القطرية تحتفل باستلام أول طائرة من طراز إيرباص A350-1000. تدشين مشتر اللجنة العليا للمشاريع والإرث. انطلقت عصر اليوم على المضمار العشبي بنادي السباق والفروسية سباقات مهرجان سيف سمو الأمير، والذي يضم 24 شوط سباق وست أشواط أيضا دولية. نعم يا خالد، وكانت قد جرت مساء أمس بفندق الفور سيزون القرعة للشوطين الرئيسيين للمهرجان وأكبر جائزتين. في أجواء من الترقب والإثارة جرت مراسم قرعة الأشواط الرئيسية لليوم الختامي لسباقات مهرجان سيف سمو الأمير، وهي قرعة شوط سباق سيف سمو الأمير وشوط سباق جائزة سمو الأمير. ومن المنتظر أن يشهد الشوط الرئيسي للسباق على سيف سمو الأمير والمخصص للخيل العربية الأصيلة من الفئة الأولى منافسة قوية نظراً لقوة الجياد المشاركة في هذا الشوط، في حين سيكون الشوط المخصص لجائزة سمو أمير البلاد المفدى والذي سيقام للخيل العربية الأصيلة من الفئة الأولى الأكثر عدداً من حيث المشاركة العالمية، وتبلغ قيمة الجائزة المالية لكل شوط $1,000,000. عندنا مهرجان سمو الأمير وهو من أكبر السباقات في هذا الموسم، الكل مستعد له، خيول مشاركة من دول العالم، 24 شوط سباق، 6 أشواط دولية، خيول من أنحاء العالم مشاركة في هذه الأشواط الرئيسية، الحصان اللي هو الثيربريد، الحصان الإيطالي مالكة الياباني موجود، اللي فاز في الداربي عندنا الماضي مشارك في هذا الشوط وهو من أقوى المرشحين في شوط الثيربريد، وشوط السيف كلها خيول قوية، صراحة الترشيح بيكون صعب على اللي هو شوط السيف. يشار إلى أن سباقات مهرجان سيف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نسخته 27 تقام على مدار 3 أيام في الفترة الممتدة من 22 وحتى 24 من الشهر الجاري، وذلك على المضمار العشبي لنادي السباق والفروسية. سيف سمو الأمير سيف غالي على جميع ملاك الخيل. سيف سمو الأمير في الماراثون حصلوا عليه الشقب المدرب محمد بن طحوس نعيمي والخيال حسن بن طحوس نعيمي، هذا في الماراثون والقدرة والتحمل للخيل. الحين في الفلات ريس أو في سباقات المضمار بنشوف من راح يحصل عليها، بيبتدي اليوم السباق وبكرة، وبعد بكرة بإذن الله يوم الأحد خالد راح يكون في ملخص على ترحيب. نعم. لجميع الأشواط اللي بتتم إن شاء الله خلال هذه الفترة اليومين الجايين. بالتأكيد احنا نقول إن شاء الله الله يوفقهم، إن شاء الله يوفق الجميع مثل هذه السباقات اللي فعلا يمكن يهتمون وتسترعي رعاية أيضا جميع ملاك الخيل والمهتمين بهذه الرياضة اللي فعلا تخلي الواحد يستمتع بس مجرد من المشاهدة، وأيضا التقاط الصور الجميلة اللي راح تكون في أماكن هناك خالد في نادي سباق الفروسية، في أماكن العائلات، في أماكن النساء، في أماكن الأطفال، في فعاليات ممكن أنتوا تزورونها اليوم وبكرة وبعد بكرة إن شاء الله. الله يوفقهم إن شاء الله، الله يوفق الجميع. إذن أعزائي المشاهدين، شاركت دولة قطر بوفد رفيع المستوى في احتفالات سفارة دولة الكويت لدى الدولة بالذكرى 57 للعيد الوطني والذكرى 21 لتحرير الكويت.
أقامت سفارة دولة الكويت في قطر حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الكويتي ويوم التحرير، وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة قطر تقدمهم سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. كما حضر الحفل عدد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأبناء الجالية الكويتية في الدوحة. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي سعادة السفير حفيظ العجمي سفير دولة الكويت في الدوحة على دعوته الكريمة لمشاركتهم في احتفالات العيد الوطني، وهذه المناسبة أيضا نعتبرها مناسبة غالية علينا أيضا في سلطنة عمان، ونحرص دائما بمشاركة أخواننا وأشقائنا الكويتيين. وأنتهز هذه المناسبة لأرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والرقي تحت قيادته الحكيمة، وكل عام وأنتم بألف خير وسعادة. جسد هذا الحفل روح المحبة والإخاء بين أبناء دول مجلس التعاون الذين شاركوا في هذه المناسبة العزيزة على نفوسهم، مؤمنين بأن خليجنا واحد، مصيرنا واحد، وشعبنا واحد. حقيقة نحن اليوم هنا، صحيح أننا في قطر جغرافيا ولكننا في الكويت روحيا، قلوبنا جميعا هي مع الكويت. أتينا اليوم حقيقة هذه الفعالية ليس لنحتفل بدولة شقيقة، بنحتفل ببلادنا الكويت أولا، لنحتفل بأهلنا، نحتفل معهم ونكون معهم. الكويت كانت معنا دائما، الكويت هي التي تجمع دائما في كل المناسبات وكل الأزمات وكل الأفراح وكل الأتراح، كانت دائما الكويت. فنحن اليوم موجودون هنا عرفانا وتقديرا أولا لسمو أمير الكويت ودوره تجاه قطر في هذه الأزمة وتجاه شعوب المنطقة والخليج، وتقديرا وتأييدا وتعزيزا لوجودنا بين أهلنا وإخواننا في الكويت الذين هم منا ونحن منهم. هو لا شك أن دول الخليج وعلى الرغم من هذه الأزمات المتلاحقة شعوبها تظل شعبا واحدا ينتمي إلى ذات المنظومة الثقافية، المنظومة القيمية، ينتمي إلى ذات التاريخ وذات المصير المشترك. العلاقة بين هذه الشعوب هي علاقة حتمية، لا يمكن أن تفسد هذه العلاقة أي ممارسات هنا وهناك وأي أزمات هنا وهناك، فهناك حتمية في هذه العلاقة لابد أن تعود. وعلاقتنا مع الكويت ستبقى دائما هي علاقة المودة والحب التي رسمت تاريخنا كشعوب خليجية، وكانت الكويت دائما هي المجمعة لهذا الشعب الخليجي الواحد. بكل الحب، بكل الود، بكل التقدير، بكل الإعزاز نتوجه بأسماء التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ولشعب الكويت العزيز. مناسباتهم هذه تزيدنا فرحا وتقديرا، فنتمنى للكويت وطن النهار دوام العز والازدهار. بالمناسبة هذه نرفع لمقام صاحب السمو الله يحفظه أبو ناصر الشيخ صباح الأحمد أميرنا وحبيبنا وسمو ولي العهد والشعب الكويتي كافة في هذه المناسبة اللي عزيزة على قلوبنا. إن أنا فرحان اليوم تواجدي في الدوحة هني، وخاصة في السفارة الكويتية عاملة استقبال مناسبة تحرير الكويت واستقلال 57 العيد الوطني. الحقيقة أنا أشوف الكم اللي موجود الآن اللي يتواجد ويبارك من أهل قطر والسلك الدبلوماسي في الدوحة. مثل هذا الحضور الكبير حب العالم للكويت شعبا وقيادة، متمنين الازدهار والرقي للأشقاء في الكويت وأن تدوم الأفراح في بلد الصباح. نظم مركز ريادة التابع لوزارة الثقافة والرياضة القطرية أوبريت إيه نحبك يا كويت على مسرح عبد الحسين عبد الرضا بمشاركة الطلبة القطريين وأيضا الكويتيين.
بحضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، نظم مركز ريادة التابع لوزارة الثقافة والرياضة القطرية أوبريت إيه نحبك يا كويت على مسرح عبد الحسين عبد الرضا. والله طبعا هذا الأوبريت رسالة حب لحكومة وشعب الكويت ولأرض الكويت، رسالة ترابط، رسالة فيها عمق ترابطنا في الخليج، تراثنا الواحد، دمنا الواحد. أنا أعتقد الأوبريت كان رسالة يحمل كثير من العاطفة ومن العشق وصدق مشاعر القطريين تجاه الكويت الغالي. أتمنى إن شاء الله إن العمل هذا اللي قدم يكون في مستوى وفي مكانة وذوق الشعب الكويتي، وخاصة في مكانة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح، عسى الله يحفظه إن شاء الله. شارك في الأوبريت طلاب وطالبات من دولة قطر ومن دولة الكويت الشقيقة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم الكويتية. كل الشكر والتقدير لدولة قطر العزيزة الحبيبة على هذا الجهد، هذا مو غريب عليها. شاركنا أفراحنا في اليوم الوطني والتحرير لدولة الكويت، كل الشكر لكم، عسى الله يحفظكم ويحفظ صاحب السمو الشيخ تميم والحكومة الرشيدة والشعب القطري الحبيب الوفي، جهد طيب. يعتبر الأوبريت هدية من شعب قطر إلى شعب الكويت الشقيق الذي تربطنا به علاقات ممتدة تاريخيا واجتماعيا ووحدة في الثقافة أيضا. أعزائي المشاهدين، مثل ما تعرفون ودع العالم العربي في أغسطس 2017 واحد من أعمدة الفن، هو الفنان الكويتي الكبير عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه، من جيل الرواد في الفن الكويتي، حيث وقف على المسرح للمرة الأولى في مسرحية صقر قريش. نعم، ومن أشهر أعماله في دراما المسلسل اللي كلنا نعرفه درب الزلق. صحيح. وأيضا الأقدار وقاصد خير، وقدم عدد كبير من الأعمال، وفي المسرح قدم 33 مسرحية منها باي باي لندن وسيف العرب، الله يرحمه إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، من هنا أيضا من مسرحية دعونا نلقي نظرة على أبرز محطاته اللافتة في مسيرته الحافلة اللي بنشوفها وياكم الآن. ذات يوم ومن لندن قال لنا باي باي، كان ذلك في العام 1981 في المسرحية التي أضحكت الجماهير حد البكاء. مستر فرايدي، نعم. أنا أدري حبيبي أنت يا بي مجبوسة. شنو؟ مجبوسة. تعال بي شبعان المتابي سالة، تعال قعد عمي. ليتربع بعدها على عرش القلوب ملكا للكوميديا الخليجية والعربية، ثم عاد ومن هناك من لندن البعيدة ليقول مرة أخرى باي باي، ولكن هذه المرة بلا عودة، ليترك ذات الجماهير التي أضحكها ذات يوم تغوص في حزنها. إنه عبد الحسين عبد الرضا، رائد الفن الخليجي وفنان شعوبها، الذي اختار قلبه أن يتوقف عن النبض في 11 من أغسطس عام 2017 كاتبا النهاية لمسيرة إبداع استمرت لأكثر من 50 عام. لعبوا على هبوطي عورني، هبوطي هبوطي عورني، هبوطي 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 عورني هبوطي. وأحب أعطيكم نبذة بسيطة عن حياتي. في 15 من يوليو من عام 1939 وتحديدا في فريج العوازم بشرق الكويت كانت الولادة. فتى هو السابع بين أخوته 14، ومن هناك بدأت رحلة الحياة
الحياة التي أتعبت قلب عدنان، ورغم ذلك قرر أن يمنحها ابتسامة ما زالت وستبقى ترتسم على شفاه كل من يشاهد ذاك الإرث الكبير الذي تركه وراءه. المحاشي كلها جاهزة، ما خليت بالمطبخ شيء إلا وحشيته. الكوسة والبيدية، البط أول ما حشيت البط، لكن صاروا على المت. إنها مسيرة امتدت لأكثر من 50 عام في مجال الفن والإبداع، بدأها في 60ات القرن المنصرم يوم أن قرر دخول مجال التمثيل، فكانت مسرحية صقر قريش التي أنتجت باللغة العربية الفصحى البداية التي سجلت ولادة نجم جديد في عالم الفن، فكان أبو عدنان. لم يكن عبد الحسين عبد الرضا مجرد فنان يرد ذكره بين آخرين، بل كان صاحب هم وقضية جعل من الناس وهمومهم شغله الشاغل، فكانوا حاضرين في كل عمل يؤديه من درب الزلق إلى فريج العتاوية وصولاً للحيالة وباي باي لندن والكثير الكثير من الأدوار التي ما زالت عالقة في الأذهان وستبقى حية لأجيال وأجيال. هذا الصورة مال كلب هذا يشيله يحط صورة مال خروف، زين؟ يصير يشيل قوطي ثاني صورة مال كلب يحط صورة مرقوق، يحط صورة مجبوس لحم، وهذا يمشي بالسوق كله. أي واحد يقول شنو هذا أكل أكو في قوطي، أنت يقول هذا مجبوس لحم. شو تقول؟ هذا مو ماكول. ها شو مو ماكول؟ هذا مو كله، ما يصير هذا، ما يصير. ليش ما يصير؟ شو يعني حرام؟ حرام هذا. وهنا في الكويت كانت تنتظره الجموع، القلوب وصلت قبلهم لترد التحية على أبو عدنان وتسير خلفه إلى مثواه الأخير في الكويت التي أحبها. هنا عانق الجسد ثراه الذي انبثق منه ذات يوم، كان مميزاً في كل شيء حتى في رحيله الذي لم يختاره، إلا أنه كان يتوقعه رغم مرضه وبطء حركته، كان حتى آخر أنفاسه يسعى إلى أن يزرع الابتسامة على شفاه محبيه. إنه إنسان آمن برسالة الفن السامية، رسالة الإنسان النبيل في الحياة، رسالة العطاء بلا حدود. الله يرحم عبد الحسين عبد الرضا، كانت نعم. بصمة قوية في الدراما وأيضا في الكوميديا. نعم خالد، هو بحد ذاته هو نقلة نوعية للفن العربي، وأيضا أنا أعتبره من يعني من صناع التاريخ للأمانة، مثل وأتقن أدواره بحرفية وتفاني. وأعتقد أن احنا حتى في الدوحة في يعني في كل عيد خالد مساء قاعدين نسولف، كل عيد لازم نشوف باي باي لندن في الدوحة عندنا في أول يوم من ليالي العيد اللي عندنا في الدوحة، وما يحلها العيد لما نفتح التلفزيون ونسمع صوت بعدنان ونعرف كل تفاصيل هذه المسرحية، وكلنا نضحك وكلنا نجتمع في هاليوم. أنا أعتقد هو الإنسان الوحيد اللي قدروا الناس كلهم يجتمعون على حب، ما في اثنين اختلفوا على حب هذا الإنسان، الله يرحمه أو يغفر له إن شاء الله. من العلامات نعم. الفارقة عبد الحسين عبد الرضا، ومن الناس المؤثرين. نعم نعم خالد، الحين عندنا الحين عندنا فاصل. نعم فاصل في الكرام رجل. مرحبا ومساء بكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، والحين بننتقل الى نديب قناه الريان الفضائيه سعود المعاضيد المتواجد في منطقه المارينا في دوله الكويت الشقيقه، وذلك في اطار متابعتنا اليوميه الانشطه المصاحبه لاحتفالات اليوم الوطني في الكويت. سعود مساك الله بالخير. يا مرحبا
مرحبا مسهلا حياكم الله يا اخواني، امسي عليكم بالخير وامسي على مشاهدينا الكرام بكل خير وصحه وعافيه. احييكم من الكويت واحييكم يا اهل قطر واحييكم يا اهل الكويت. طبعا موجود في المارينا عايشين اجواء الفعاليات، فعاليات ايه نحبك يا الكويت. الاجواء كلها سعيده وجميله وونيسه، خلينا نقول خاصه مع قرب الايام المهمه اللي هي ايام اليوم الوطني الكويتي ويوم التحرير او ذكرى التحرير الكويتي. في البدايه خلينا نشوف الشباب اللي موجودين معاي واشوف اخوي، تعرفنا على نفسك. حياك الله. ضاري بن عبد الله. يا مرحبا، الله يحييك. اولا شرفتنا ونورتنا على شاشه قناه الريان. خلينا نشوف البنيه اللي تروح عنا. شرفتنا ونورتنا. شلونك مع الفعاليات؟ شلون شفت الفعاليات؟ تبارك الرحمن، شيء جميل تبارك الرحمن. فعاليات حلوه بالاجواء الحلوه والله. يجزى الشيخ تميم طبعا ما يحتاج سلامتك، كل شيء طيب، كل شغلكم طيب. نشوفك بالعرضه بعد شوي. الله يطول بعمرك ان شاء الله باذن الله. مع ابو نمران. انا وياك ان شاء الله ابو نمران. الله يطول. ان شاء الله بنروح كلنا جميع، بنروح العرضه، وخاصه هذه الفعاليات موجهه لكم انتم يا اهل الكويت، وممكن هذا الشيء قليل في حقكم ولكن هذا طالع من القلب، من قلوب اهل قطر الى اهل الكويت. ما يحتاج، كلنا اهل واخوان اللي يقول. الله يحييك يا مرحبا، الله يحييك يا اخوي. تعالوا يا بنيات تعالوا. شو اسمك؟ هلا. ما اسمعك؟ هلا. هلا، وانت شو اسمك؟ ريم. ريم؟ وانت شو اسمك؟ لما. زين قولوا لي سويتوا هني؟ رحتوا لعبتوا؟ ايه. وش اللي لعبتوا؟ لعبنا الكرة. كرة؟ ايه. ورحتوا ورا عند المجاديف؟ ايه. حد فاز فيكم ولا لا؟ وش أحسن شيء عجبك داخل؟ الرسم؟ الألعاب. الألعاب؟ تلعبين بعد مرة ثانية؟ الألعاب. زين بتروحين مرة ثانية تلعبين؟ يلا بعد شوي كلنا بنروح. زين؟ وانت تعالي، رحت عند الرسم مساء أشوفك صح؟ رسمتي عاد ولا لا؟ لا ما رسمت. ما رسمتي؟ إن شاء الله نشوفك ترسمين قريب؟ إن شاء الله. أكيد؟ زين تعال خلكم معاي لا تروحون. تعالي هذه الجميلة مشاهدينا، أنا أطلب منكم أنكم تذكرون ربكم، اذكروا ربكم على هذه البنت الجميلة. تستحي ما تبغى تكلمني. شو اسمك؟ تعالي شوفني قولي لي اسمك. ما أسمع. مهرة؟ ونعم يا مهرة، عسى الله يحفظك. الله ارفعي الإعلام فوق، ارفعين فوق، الله يحفظهم. طبعا مشاهدينا مثل ما تشوفون هذه المشاركة اللي موجودة في المارينا من كبار وصغار وكلهم اخوان واكثر من اخوان، خاصة عايشين في هذه الاجواء، عايشين في هذه الفعاليات. والله لا يغير علينا ان شاء الله ويديم علينا الامن والامان. طبعا هذا اللي عندي من المارينا، وارجع للاخوان في الاستديو. شكرا لك يا سعود، شكرا. ولا تنسانا من الصوغة يا سعود. ظهر سعود ما يسمع، ما يسمع. لا بتصل تليفون ابي بصوغه من الكويت. الظهر تبي الدرابيل هذه الحلوه، كله درابيل والرهش. والرهش اهم شيء. والله يعني الاجواء تكون هناك ممتعه وجميله، يعني الفرحه لما نشوفها بعيون الصغار والكبار اللي قاعدين يزورون الفعاليات اللي نظمتها قطر هناك للاحتفال باحتفالات اخواننا واشقائنا من دوله الكويت الحبيبه. يعني الله يعلم بغلاهم على قلوبنا. والله لا يبين غلاهم. والله لا يبين غلاهم، الله يحفظهم ان شاء الله. امين. اعزائي المشاهدين، الحين ننتقل وياكم بعد نفس الشيء الى سوق واقف مع نديب قناه الريان سلطان عيمي، ونقول مساك الله بالخير يا سلطان، وصوتك البارحه وصلت وخذها احمد الشمري، وابشرك ان انا باخذها من عنده ان شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك اخوي خالد، مسي عليك وعلى اخونا خالد شبيسي وايضا ضيوفكم الكرام في استوديو ترحيب ومشاهدين قناه الريان. خالد امس تفاجات صراحه يوم وصلت الاستوديو قالوا لي انك رحت، لكن الصوغه موجوده وابشر بها بعد اليوم بتجيك نفسها واللي افضل منها ان شاء الله. احنا متواجدين معاكم من مهرجان التمور الموسمي، هذه المره غير ونشوف الاقبال اكثر كل يوم أكثر بشكل بأعداد كبيرة، خصوصا أن كثير من المنتجات وصلت إلى هذا المهرجان اليوم، منتجات جديدة وأيضا إضافة كبيرة لهذا المهرجان. وإحنا نتمشى لقينا اليوم ضيفنا اللي هو الخبير الاقتصادي السياسي أخونا خالد الخاطر. يا هلا ومرحبا فيك. أهلا ومرحبتين. يا هلا ومرحبتين فيكم يا أخي، الله يحييك. لو تقول لنا الله يسلمك عن المهرجان، ايش رايك في المواد المتوفره والتنظيم؟ نعم، هذا التنظيم اكثر من رائع، جيد. المواد المتوفره هذه التمور هي بوجهه نظري هذه الماده الاساسيه، هي من اهم اساسيات الامن الغذائي. التمر، هذا التمر
شتاء الصيف موجود، تأكلك فاكهة، تأكلك غذاء. والحديث الشريف اللي يقول بيت لا فيه تمر، بيت لا فيه تمر جياع أهله أو جاع أهله، قالها 3 مرات لعائشة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التمر من الأساسيات، من المواد الأساسية في الغذاء، عاش عليها آبائنا وأجدادنا. وكما ذكرنا في بداية الحصار نحن ممكن نعيش على التمر والماء كما عاش الآباء والأجداد. والآن مضروب علينا الحصار، فلو ضرب علينا حصار وعندنا هذه السلعة الأساسية وهذه المادة الأساسية الغذائية، أعتقد يعني لو ضرب حصار واضطررنا ممكن نعيش عليه كما عاش الآباء والأجداد. وكان من بعض الردود اللي أتت في تلك الفترة، ما أعرف إيش يسمونهم، الذباب الإلكتروني وما أدري إيش، قال لك حتى التمور أصلا من عندنا. إحنا الآن درنا هذه التمور ما شاء الله، هذه من الكويت ومن الإمارات، من الكويت ومن عمان ومن قطر، من أجود أنواع التمور، فلا يوجد نقص ولم نلاحظ أي نقص. ثم أيضا أن إحنا في قطر ما شاء الله يعني المساكن واسعة، يعني الدولة لم تقصر في منح الأراضي للمواطن، ولا يخلو مسكن ولا يخلو بيت لأهل قطر أو لقطري من يعني 3-4 نخل على أقل تقدير. يعني هاي ممكن يعني تأكلهم لفترة معينة من الزمن. فيعني لا يوجد نقص عندنا في التمور في هذه السلعة الأساسية. نعم احنا نشوف، نعم دكتور خالد عفوا، احنا نشوف بعد ان كثير من المنتجات اصلا والمزارع هنا القطرية صراحة ما قصروا، وربعنا نشوف ان عندهم منتجات صراحة فاجئونا بهذه المنتجات. نعم نعم، وتجربة الحصار هذه ايضا تعطينا بعض الدروس ان احنا نهتم بهذه المادة الغذائية الأساسية ونستثمر فيها. يعني في الماضي كنا نعتمد ربما على الجيران وعلى، ولم يكن خطأ أن يعني دولة شقيقة مثل السعودية أو شيء من هذا النوع، ولكن أيضا هذا لا ينفي أن احنا نستثمر فيها. وهذه الشجرة يعني تقوم في أي مكان، في الأراضي خصبة وأراضي غير خصبة، والمياه حلوة أو غير حلوة، يعني لا يوجد مشكلة، وذات جودة عالية. وكما قلت أن هذه سلعة أساسية غذائية، يعني من السلع الأساسية الغذائية والأمن الغذائي. هذا من الأمن الغذائي، لو ضرب عليك حصار لا قدر الله كما هو الحال في بعض الدول الآن اللي تعاني، ممكن تعيش على هذا، يعني على التمر. زين أخوي خالد، الحين لو نقول عن الجودة. نعم، جودة التمور أنت تشوفها من المزارع القطرية، أخي قل لنا على الجودة بحكم أنك شفت اليوم أنواع التمور في هذا المهرجان. أنا يعني ما كملت، يعني درت شوية، درت النص تقريبا. فيه تمر خلاص قطري لقيته، جودة عالية، لا يعني لا ينقصها أي شيء. فيه أيضا دبس اللي حصلنا، لقينا أيضا تصنيع، يعني ما تمور مصنعة بال يعني مطورة ومحدثة، واللي عليها بسكويت ومكسرات، وهذا الشيء مطلوب يعني للتسويق، يعني تحطها في قالب مختلف، خصوصا بالنسبة للأجانب الأوروبيين يحبون هذه المنتجات، وهذا يعني التسويق، هذا النوع من التسويق. ولكن يعني حقيقة أعتقد أن هذه أول مرة نحن نعمل معرض للتمور، صح؟ لا، هذا المهرجان تقريبا الرابع أو الخامس، كل سنة يكون في مهرجان تمور. أنا يعني تفاجأ الصراحة في البداية، مريت قلت يعني تمور ونحن في حصار، ومعروف يعني التمور لما تيجي تذكر التمور أول ما يجي على بالك الحسا والمملكة العربية السعودية، فقلت يعني ربما أنه يكون المعرض السنة هذه يكون ناقص، لكن صراحة لا يوجد نقص أبدا، لم ألاحظ أي نقص، تمر موجود وبأشكال متعددة ومن عدة دول، يعني حتى في من تمور التونسية والجزائرية، هذه اللي يسمونها دقلة نور، هي جيدة طعمها، كنا رطب وكنا ندورها دائما في الأسواق. في السنوات الماضية كانت ما تتوفر بهذه الكثرة، لكن السنة هذه متوفرة ولله الحمد. نعم. لله الحمد، شكرا لك. خلنا احنا عندنا ضيف مميز قبل لا نرجع حق الاخوان في الاستوديو. راشد، كليت اليوم تمر؟ ايه كليت. اخلاص ولا العادي؟ عادي. زين، ايش بتسوي بعد ما تطلع من هذه الخيمه؟ ما اعرف. ما برايح السوق تمشى؟ ايه. هذا راشد، الله يسلمك، الله يسلمك. الحصار
طلب صورة للشيخ تميم، ما حد فاضي له حقيقة. فراح أخذ من مصروفه 12 ريال نعطيه، أخذ منه 10 ريال وراح اشترى بوستر للشيخ تميم وحطه على السيارة وما تريق ذاك اليوم، لو عنده تمر كان أكل. فجاني قال لي بابا أكو حط، جبت صورة الشيخ تميم وحطها على السيارة. الله يحفظه لك إن شاء الله ويخليك إياه، ونشكرك جزيل الشكر أخوي خالد الخاطر خبير في الاقتصاد السياسي. الله يوفقكم، شكرا يا أخي ما قصرت. الله يسلمك. أخواني ناس ما تشوفون الكثير من المنتجات كل يوم تزيد في هذا المهرجان، منتجات قطرية، وصراحة أخواننا المشاركين في هذا المهرجان يثرون بكثير من التمور المتنوعة من أنواعها كلها. وهذا كل اللي عندنا، ونرجع لكم إلى الاستوديو. شكرا لك يا سلطان. اذا بتجيب صوغه حق خالد يجيب لي معك صوغه، نجمع صوايغ اليوم. لا ما انا بكلف عليك والله يا سلطان. لا 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 انا بكلف عليك، جيب صوغتين. ابشر 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 يا ابو محسن. تقول والطول يا سلطان. الله يسلمك. شكرا يا سلطان، شكرا ما قصر. جزيل الكرام، في اطار جهودها بتوفير جميع مستلزمات مرافق كاس العالم 2022، دشنت اللجنه العليا للمشاريع والارث شمال الدوحه مشتلا يوفر احتياجات الحدث العالمي من المسطحات الخضراء. بحضور سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، دشنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في منطقة أم الصلالة محمد مشتلاً خاصاً يلبي الاحتياجات اللازمة من الأشجار والمساحات الخضراء لملاعب ومنشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا المشتل عمل في فترة قصيرة جدا، فهو يعتبر إنجاز. في خلال سنة كان عندنا مشتل كامل والأشجار موجودة والنباتات موجودة. أنا أعتقد أن المشتل مكسب، لأن أولا التكوين للمباني والمنشآت في المشتل مناسبة جدا لاستزراع الأشجار أو إعادة غرسها في هاي المنطقة ونقلها من ثم إلى مناطق أخرى. أيضا هذا أكيد راح يخدم الدولة بصورة عامة لاحقا، لأن هذا مشتل مهم واستثمار مهم يعتبر بالنسبة لنا ومتميز. ولذلك أظن أن عقب 2022 أيضا سيستمر في خدمة الدولة. ويعكس افتتاح هذا المشتل التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث بإيجاد إرث اجتماعي وبيئي مستدام لدولة قطر. إن شاء الله في شهر 5 راح يتم تسليم الأعشاب، حصد الأعشاب من المشتل وتسليم الأعشاب وأيضا بعض الأشجار لملعب البيت. وإن شاء الله في نهاية السنة أيضا راح تشوف في ديسمبر تسليم الأشجار لاستاد الوكرة. معظم الملاعب الموجودة عندنا والاستادات راح يتم تسليم الأشجار والأعشاب إن شاء الله. مثل ما أنتم شايفين المشروع كبير، يعني حوالي 880 ألف متر مربع. الأشجار كان يتم إعادة حصدها أو إعادة زراعتها، كانت أشجار موجودة حوالي 5000 شجرة أخذناها من بيوت من أفراد سواء قطريين أو مقيمين، وتم إعادة زرعها هنا الاستفادة منها. فالفكرة يمكن يعني إذا لخصناها بشكل بسيط، استغلال الموارد الموجودة عندنا لمشاريعنا وبشكل مستدام، بشكل يتم تدويره واستغلال جميع الموارد الموجودة عندنا. ومن المتوقع أن ينتج المشتل سنوياً مساحة خضراء من العشب والأشجار تقدر بحوالي 1,200,000 متر مربع، وهو ما يجعل المشتل أحد أكبر المشاتل في المنطقة والعالم. استقبل مطار حمد الدولي أول طائرة من طراز إيرباص A350-1000، وصممت هذه الطائرة باستخدام أحدث التكنولوجيا وتمتاز بهيكل أعرض لتقدم للمسافرين مستوى جديد من تجربة السفر من خلال الراحة والكفاءة القصوى والمتوفر على متنها، مع استهلاك أيضا أقل للوقود. عقب وصول أول طائرة تجارية في العالم من طراز إيرباص A350-1000، حققت الخطوط الجوية القطرية إنجازاً جديداً على مستوى العالم من خلال تدشين هذه الطائرة قريباً عملياتها التجارية.
proud for my country to be the first airliner to receive the Airbus A350-1000. This aeroplane is the most fuel-efficient aeroplane that has been delivered to us as of date. It also has new cabin amenities inside with the new Q-Suite, new products, including the world's highest speed internet connectivity installed on this aeroplane. This is a game changer for us, and I'm proud to say that we will be the only Airbus A350-1000 operator for at least the next 6 to 9 months. الناقلة الوطنية أصبحت المشغل الأول في العالم لهذا الطراز، والذي يعد أكثر الطائرات تقدماً تكنولوجياً في العالم، وقد زودت الطائرة بمقاعد كيو سويت الحائزة على عدة جوائز عالمية في مقصورة درجة رجال الأعمال. وتتطلع الخطوط القطرية إلى استلام 41 طائرة من هذا الطراز خلال السنوات الخمس المقبلة. يشار إلى حصول القطرية على مجموعة من الجوائز في العام الماضي، بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران. خطوط الجوية القطرية من إنجاز إلى إنجاز. نعم. الأولى على العالم في 2017 في وقت الحصار 2017، وهذه الرابعة. نعم. في تاريخها، ونتمنى إن شاء الله لها التقدم والازدهار. مشاهدي الكرام، فاصل وبعد ما نرجع نكمل فقرات ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، بحضور سعادة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث السيد حسن الذوادي، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني معهد جسور، يقوم بتخريج الدفعة الثانية من طلبة برنامج شهادات والدبلوم الاحترافي. خالد، احتفل معهد جسور بتخريج الدفعة الثانية من طلبة برنامج الشهادات والدبلوم الاحترافي، والذي يبلغ عددهم 82 طالباً وطالبة من دولة قطر وخارجها، مقدماً لهم طيفاً واسعاً من الدورات والبرامج التي تناسب متطلباتهم وتسهم في صقل قدراتهم وتطويرها. أتمنى الجميع مزيد من التوفيق والنجاح. هذه كانت مرحلة، ولكن للحين قدامنا العديد من التحديات علينا مواجهتها بالتسلح بالتعليم والتدريب اللازم لمواجهة هذا النوع من التحديات في قطاع الرياضة والفعاليات الكبرى. تم إنشاء معهد جسور في ديسمبر 2013. رؤية معهد جسور هي إعداد كوادر عربية قادرة على استضافة 2022 استضافة عالمية. هذه الكوادر لا تقتصر فقط على دولة قطر، ولكن في الوطن العربي بشكل عام. استفدت من خلال هالسنة شلون تنظيم الفعاليات والأحداث اللي بتصير في قطر إن شاء الله، من وجود خبراء كانوا جايين من لندن أكثريتهم، كان عندهم خبرة في اليوكي في الأولمبيات اللي صارت في 2012، والحمد لله استفدنا وايد من هالإيفنت مانجمنت اللي أعطونا إياه. وقد كان معهد جسور خلال السنوات الماضية خير ممثل للاسم الذي يحمله، إذ شكل منصة جمعت بين المحترفين والخبراء ورواد الأعمال والطلبة من أكثر من 100 دولة حول العالم، مسهما بذلك في نقل الخبرات والمعارف وتوطينها في منطقتنا، وذلك إلى جانب فتح أبواب التواصل والحوار بين المجتمعات والثقافات المختلفة. استضافت جامعة قطر حلقة نقاشية حول استدامة المياه والطاقة من أجل مستقبل قطر، وذلك ضمن تفعيل مذكرة التفاهم بين كهرباء وكونوكو فيليبس.
في إطار تفعيل مبادرة كونو ترشيد المشتركة بين البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وشركة كونوكو فيليبس، استضاف نادي مناظرات جامعة قطر حلقة نقاشية تطرح موضوع استدامة المياه والطاقة من أجل مستقبل قطر. اليوم طبعاً الفئة المستهدفة عندنا طلاب الجامعة، لتوعيتهم بأهمية الترشيد وخفض الاستهلاك لتحقيق أهداف الاستدامة. بركز اليوم أكثر على الاستدامة المائية وشلون إحنا نحث الطلاب أو نوجههم حتى في الأبحاث العلمية أنها تكون في الاستدامة أو في خفض الاستهلاك أو في الترشيد. يمكن قبل إحنا حتى تخرجنا من جامعة قطر يمكن ما كان فيه فوكس على موضوع الاستدامة. اليوم المتطلبات في مقرر اسمه تنمية مستدامة، فهي توجه عام للدولة، وبصفة أن إحنا ترشيد الممثلين لكهرماء في خفض الاستهلاك ومركز استدامة المياه كونوكو فيليبس، نحمل على عاتقنا مسؤولية نشر الوعي وتثقيف الناس ولفت انتباههم أكثر حق قضايا المياه، بحكم أن إحنا داخلين على مرحلة صار فيها شح في المياه وحتى في المياه الصالحة للشرب أو للاستهلاك. يذكر أن مبادرة كونو ترشيد انطلقت في العام الماضي بهدف نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وخصوصاً الطلاب في كافة المراحل التعليمية حول ترشيد استهلاك المياه والطاقة من خلال تنظيم أنشطة وبرامج متنوعة. وبذلك نكون وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من تراحيب. لأي اقتراحات يمكنكم التواصل مع فريق عمل تراحيب من خلال برنامج تراحيب الإلكتروني. نعم مشاهدينا الكرام، ومتابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك تويتر والإنستغرام وأيضا سناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. تمسون على خير. في أمان الله.